صباح الخير متابعي فقرة حياتك والطقس من طقس العرب. نهار اليوم الأحد بإذن الله بترتفع درجات الحرارة قليلة، ولكن تبقى الأجواء باردة نسبيا في عموم المناطق، وطبعا أجواء غائمة جزئية، وهناك احتمالية ضعيفة لهطول زخات من الأمطار في مناطق محدودة في المملكة. طبعا هاي الأجواء الباردة اليوم رح تأثر بشكل مباشر على نشاطاتنا الخارجية، فمثلا اليوم الجلسات الخارجية أو حتى غسيل السيارات، واللي حابين يروحوا على البحر الميت اليوم الأجواء أبدا غير مناسبة لمثل هاي النشاطات، أو حتى نشر غسيل اليوم والتسوق الخارجي اليوم فكرة غير مناسبة بسبب الأجواء الباردة. وبظل طبعا فرصة وجود الناموس والحشرات في الجو ضعيفة أيضا بسبب الأجواء الباردة. وطبعا على أكيد بتضلها صحتنا متأثرة طول فترة الشتاء في الأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا، البرد والرشح. فأنا بدي أنصحكم مثل العادة تتناولوا كتير من الأطعمة اللي بتحتوي على فيتامينات وخصوصا فيتامين سي. أيضا اللي بيعانوا اليوم من الربو رح تكون فرصة تأثركم عالية بسبب الغبار المثارة في مناطق محدودة في المملكة. واللي بيعانوا من الجيوب اليوم كمان ديروا بالكم على حالكم كتير منيح، لأنه الأجواء هاي بتضاعف المرض عندكم. أيضا اللي بيعانوا من الروماتيزم اليوم دفوا حالكم كتير منيح وما تتعرضوا للهواء البارد مباشرة، لأنه الأجواء الباردة أيضا بتضاعف من فرصة مرضكم، فديروا بالكم كتير منيح. الرياضيين اليوم اللي حابين يمارسوا هواتهم الرياضية في كافة أشكالها مثل كرة القدم والسلة، الركض والمشي لمسافات طويلة، أو حتى ركوب على الدراجات الهوائية، أو حتى السباحة الخارجية أو في البحر، اليوم الأجواء غير مناسبة على الأكيد، فاستنوا شوي ليتحسن الطقس إن شاء الله. متابعينا لهون بأتمنى لكم نهار جميل وبداية أسبوع موفقة، وما تنسوا تتابعونا على اليوتيوب واعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من طقس العرب. إلى هنا، إلى اللقاء.